جيب لي الاكل ديالي، انا مشيت على نيتي، مشيت نجيت مع العشرة بقى يخرجوا عليها مع العشرة. انت ديتي الغديوه وغادي ديرها باش تغديا تماك وتكمل الامتحان ديال العشيه. اي قالت لي غنخرج مع السته ثاني في العشيه، وجيت لقيتها مشات مع العشرة غادرت المدرسه. غادرت المدرسه شوف عليها، جيت شوف على البنيه قالوا لها التليفون عندك حاله تليفون الغش، ديري الغش في التليفون. وهي تليفون عطاح ليها، طاح لها بغات تهزو، والاستاذه ما ساعدتهاش والو، ما ساعدتهاش الحراس ما ساعدوهاش، كانوا يخلوها غير ما سلموهاش ليا. جيت لقيتها مشات غادرت المدرسه بالخوف ديالها، وب خافت من خافت من هذاك الازعاج ديال المدرسه، خافت من داك الشيء اللي وقع. لا اله الا الله. سمعتي الاوديو ديال عزيزه شنو قالت في داك الاوديو؟ شنو قالت في داك الاوديو عزيزه؟ قالت مسامحه للجميع، قالت لهم ما 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 تعاملوش معايا مزيان، ما غير ما تعاملوش معايا مزيان في هذيك. قالت مسكين عمرها ما بقات تدوز شي امتحان. قالت قالوا لها ما بقيتيش غدوز امتحان، سيري في حالتك اخر مره. هي هذه ما خصهمش يقولوا لها بحال هذاك الشيء، خصهم يعاملوها معامله حسنه. لا اله الا الله. اشنو وقع عزيز من موراه فاش مشيتي للمدرسه؟ مشيتي للسبيطار ديك الساعه كانت مازال؟ مشيت انا نتحب تودرت لي، انا بغيت نقلب في بعض التلاميذ وسط هذوك الوليدات اللي خارجين من المدرسه. كلهم قالوا لي راه البنت راه مجروحه من القسم، وانا مشيت نتحب نقلب منها، كيف نقلبها في الدروبه ما كاينش والو، وهي راه مشات لجنب البحر من كثره الخوف، كثره القلق، ما كاينش يشد بها ويحسن بها. مسكينه دابا كانت خايفه، كتقول دابا خوف كثير، خوف كثير، وما كاينش شي شد بها. طول الحبس واش ما بقاتش غتقرا؟ واش خايفه منك عاوتاني انت تقول؟ ما كايناش المساعده، المساعده ما كايناش اخي في القسم والو، مساعده ديال التلاميذ. نهايه العالم وما كانتش كاع نجحت هذا العام، ما كانش مشكل. كانت كتقرا مزيان شحال جايبه في النقاط قلتي لنا عزيز؟ جبت 15.49، 15.49 اخر دوره ديالها جبت 15.49، وشويه ديال المعامله ما كايناش والو، ما كاينش معامله في هذا القسم والو. وكانت بالخلدون مدرسه قرات فيها 3 سنين، ديما كتقول لي المعامله تما مزيانه، ولكن السيطره تما مع كثره هذاك الضغط تخوفت بزاف، تخوفت بزاف، وكملت على الاستاذه ولا شنو كملت عليها تما في هذاك القسم. كون عاد شدتها ولا دارت لها السجن تنجي تسلمها ليا. هي تلقاتها فين غتمشي؟ فين غتمشي؟ ما كاينه لا سوق لا والو، فين غتمشي؟ هذه غتشد الكار، فين غتسافر؟ فين؟ خاصها تعيط في التليفون تعيط فيه تقول لي جدي بنتك هي فين، يسلمها ليا كما سلمتها لي انا، سلمتها لي من دخلت القسم. والامن محرس عليها ما كاينش، وانا مشيت ملي جيت لقيتها ما كاينش. غنشد فاش غنشد؟ نشد الاستاذه فين غنشد؟ البنت تودرت ليا فين غنمشي؟ وانا جيت للباب وسدوا الحراس، سدوا البيبان، الحراس سدوا البيبان، قال لك البنت غدوز امتحان داخل. ملي جيت لقيتها غادرت من القسم، جروا عليها من القسم الحراس. اش كيديروا تما؟ خاصهم يبقاو مقابلين حتى يجي يسلموها ليا كيما سلمتها لي مان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا لله وانا راجع. العام كي داز عندها في القرايه وكانوا الاضرابات، كي دوزتي معها هذيك المرحله عزيز؟ وكنت سباغ بعد الخدمه، ما كتضل هنا، كتضل تما على الام. قلتي لنا الزوجه مسكينه، امها متوفيه مسكينه. متوفيه ابن امها متوفيه، ولا لا ندعمها باش كتقرا في المدرسه. بغيت البنت راه ديال الجامع، ماشي ديالي انا بوحدي، ديال المغرب كله، ماشي انا بوحدي انا اللي ديالي انا البنت، راه ديال الجامع، ديال الجميع، وغادي تنفع المغرب كامل، غتنفع، ماشي غتنفعني انا بوحدي. ما خصناش نضيعوه، خصنا نتعاملوا الناس، ما خصهم حتى خير، كلشي موفره لهم الدوله، كلهم موفره لهم الامكانيات ديالهم باش يقروا التلاميذ. ولكن في هذه اللحظه وقعت هذه الفجعه، ما خصهاش يخلوها تضيع ليا من يدي، وما خصهمش يضيعوها هما ما خصهمش يضيعوا هذه البنت. هذه البنت ولا الابناء المغرب كامل ما خصهمش يضيعوهم هكا، يديروا لهم هذه الحاله هكا، يجروا عليهم يطردوهم من المدرسه. هما ديجا 6 شهور ما قراوش، 6 شهور خصهم معامله حسنه، اكثر اكثر اكثر، خصهم يعاملوها مزيان، خصهم يعاملوها مزيان، لان التلاميذ ما قراوش 6 شهور ما قراوش، وما حابسينهم. وهاد المعلمات ملي بداو يقراو ولا الاساتذه بداو يضغطوا على التلاميذ اكثر، فهادشي ما غير ممكن، هادشي غير ممكن. هذيك بقيت الاضراب كانوا مريحين في ديورهم ولا كانوا كنراجعوهم، كنديروا لهم الامكانيات كاملين، التلفازه الضو خلص صوب قاد البيسيات، ولكن عندما جينا المساعدات ما كاينينش من هاد الناحيه. هاي الطفله دابا دعات لي انا، دابا بقيت القرايه، ما بقيتش بغيت القرايه، انا بغيتها البنت انا ترجع لي دابا، انا بغيت القرايه. انا بنت غندعمها في حياتها كامله، ندعمها انا كاع. انا نخلص ندير شهريه ديالي، نخدم ونعطيها شهريتي انا كامله، نخدم ونغامر ونعطيها شهريتي، ولكن ما تضيعوهاش ليا هكا. تجي وحده قرات وخدمت وتجي تنهزر لي البنت هكا، ما تجي تخلع عليا تخوف، دير لي تخوفات، تعيط عليا ديكلاري، تقول لي جي البنت ها ما قاريهاش وهذه لقيناها كتسرق ولا قتلت شي واحد، تعيط عليا، ديروا لها المينوط، ديروا لها الحبس، ما تضيعوهاش هكا، تخرج لكم من القسم هكا. علاش انا نوقع في هذه الحاله هكا؟ علاش نوقع في هذه الحاله؟ انا دوك شكون غيحس بيا؟ شكون اللي غيحس بيا انا في هذه الحاله؟ شكون اللي غيحس بيا؟ هما دابا كلهم حاضي على الاعمال ديالو، والاعمال غير حسنه، اللي ما قايمينش بالواجب. هذا هو المغرب، حنا بغينا نوقفوا هكا، نوقفوا التلاميذ هكا، خصنا نتعاملوا معاهم مزيان، نقراوهم مزيان، نحسنوا بهم، ما نضيعوهمش. سي عزيز، كي كانت العلاقه مع بنتك؟
معامله مزيانه مع عمري ديما كنراجع معاها ديما كنراجع معاها، ما كاين حتى ازعاج من الناحيه ديالي انا، ما كاينش حاجه تقول كتقول لي يديني المدرسه كنهزو خط، وكاين الناس كيتعاملوا معايا مزيان، كان كيقول لي قري البنت قري البنت، وانا كندير نغامر معاها مغامرات، راه ماشي ساهله هذه. شحال من عام هي كتقرا؟ راه ماشي 12 عام ولا شحال هي كتقرا في المدرسه، كانت كدير الطوموبيل من هنا في البلديه ديال المدرسه توصلت لهذاك القسم، وهي داروا لها الازعاج في المدرسه، تغامر معاها في البلديه، ومن وصلت تما هي ما حسنوش بها، احسن طريقه باش تمشي للمدينه هي وصلت ما قامش بالواجب ديالها. سي عزيز ملي مشيتي بدي ليها الغداء وناوي تشوفها وقالوا لك هذاك الخبر، باش حسيتي كي كان الاحساس ديالك؟ وما عرفتش فين غنمشي انا، ما عرفتش فين غنمشي انا، ما قلت انا بغيت نطير ما بقيت عارف فين غنمشي انا، ما عرفتش فين غنجي انا، انت غنوصل لهذيك البلاصه نقدها، راه هذيك اللحظه اللي كنت غنقلب عليك ونوصلت راه كنت غادي نحضر انا غنشدها، ولكن ما وصلتش، لقيتها مشات ليمني. سكينه دابا هي عارفه بحال جاتها نهايه العالم بهذا الشيء اللي وقع لها، كتقول ما بقى الدنياش وما ما كاينش الاحسان، ما كاينش الاحسان، الاحسان كيقولوا غتسقط ولا تنجح عاوتاني العام الاخر ولا، راه عطى لها الحلول، عطى لها الحلول، ولكن ما خاصهمش يديروا لها هذا المعلم هذاك الشيء، حتى عيطوا على ديكلارو الاهل ديالها يجوا بعدا، ماشي عندي حاله غير سير خرج مع الباب، فين غتمشي؟ فين مشات؟ مشات الشانطي انتحرت، فين تمشي؟ فين خرجت من القسم بهذا المرض ديالها، هذا المرض خرجته من القسم، ما خرجتوش من داري انا. اللي وقع البنت اسفي قاسنا كلنا كمغاربه، كلنا تاثرنا باحداث هذه الواقعه. بنت اسفي اللي وضعت حد لحياتها وخلات اوديو كتطلب من الناس كاملين المسامحه. الحريه كاملين خذوا معي بالرحمه، شنو علي من امتحان اخر اللي حالت غير شو عمرك ما قدوزيش امتحان اخر، والله ما نبقى عايشه. المغاربه كلهم قاستهم هذه الحادثه، حيت اللي ما عنده بنته في الباك عنده اخته، عنده بنت خالته، او على الاقل حس بهاد البنت من الناحيه الانسانيه، تقدر تكون دارها بحال اخته او لا بحال بنته. اشنو غادي يخلي بنت توصل النفسيه ديالها لهاد الدرجه انها توضع حد لحياتها بسبب انها حصلت كتغش امتحان البكالوريا وعرفات ان العام ضاع؟ شنو اللي خلاها تخاف؟ شنو اللي خلاها تقتنع ان حياتها سالات؟ طبعا شاركت معكم الاقوال ديال الاب ديالها، لان اكثر مصدر ولا اوثق مصدر اللي نقدر انني نجيبو لكم هو الكلمات ديال الاب ديالها، سمعتوهم كاملين. وطبعا الراي ديالو كان من راي واحد الفئه من المغاربه، لان المغاربه انقسموا لقسمين، فئه اللي اتهمت الاستاذ والمؤسسه انهم سبب في هذا الشيء اللي وقع لهاد البنت، اي انهم قالوا إذا كانت البنت غشات في الامتحان ما عندهمش الحق أنهم يخرجوها من القسم أو لم المؤسسة، يشدوها عندهم حتى يحضر الولي الأمر ديالها. وفئة اللي قالت أن الأستاذ دار غير خدمته، وكين منهم اللي قال أن المؤسسة غير مسؤولة على التلاميذ مني كيخرجوا منها، بطبيعة الحال أن البنت واخا خرجوها بسبب غش راه بحالها بحال كاع التلاميذ اللي كيخرجوا من المؤسسة مني كيساليو الامتحان ديالهم. طبعا كنتمنى انكم تخليوا الاراء والتعليق ديالكم بالنسبه لهذا الموضوع، وكنظن انه موضوع كيمسنا كاملين كمغاربه. ما تنساوش تدعيوا لهاد البنت بالرحمه والمغفره، ونتمنى للوليدات كاملين اللي كيقراو في الباك ما تضغطوش على راسكم، راه ماشي نهايه العالم، الباك ما هي الا مرحله انتقاليه لمرحله المستقبل كله قدامكم، ونتمنوا لكم النجاح والتوفيق في حياتكم.